تختلف المواقع الأثرية وطبيعتها في السلطنة، فهي نتاج تفاعل الإنسان قديما مع بيئته ومحيطه القريب والبعيد. تمثل تلك المواقع والمنشآت مكان السكن ودور العبادة والنشاط التجاري والصناعي. ولا زال علماء الآثار وفرق الحفريات والباحثون يميطون اللثام يوما بعد يوم عن تجليات تلك الحقب الزمنية وما خلفه الإنسان على هذه الأرض. حديثنا اليوم عن الأبراج الأثرية التي تعود للألف الثالثة قبل الميلاد، وهي خلاف ما قد تذهب إليه مخيلة المستمع باستحضار أشكال الأبراج المنتشرة بشكل كبير في عموم السلطنة. فهذه الأبراج والتي تنتشر في ولاية نزوة، في قرى فرق وتنوف وبسيا وسلوت بولاية بهلة، وبات بولاية عبري، وقرية لخشبة والميسر في محافظة الشرقية، أقيمت في مواقع نشوء واستيطان الواحات الكبيرة التي تعود للألف الثالث قبل الميلاد، حيث كشفت نتاجات الحفريات في بعض من تلك الأبراج نوع المزروعات والمنتجات التي اعتمد عليها الإنسان في غذائه والنشاط التجاري الذي كان يمارسه. إنما يدهشك في هذه الأبراج عند النظر إليها أنك لا ترى سوى صف من جلاميد حجرية في سطح التربة لا تثير الاهتمام، إلا أن علماء الآثار يدركون الأهمية البالغة لتلك المواقع وما يحويه محيطها المطمور بالتربة، وهو ما كشفت عنه الحفريات في بعض تلك الأبراج من ملحقات وغرف وخنادق وحوائط حجرية ضخمة. يصل قطر تلك الأبراج من 20 إلى 30 مترا، وبنيت من الحجارة الكبيرة التي يزيد طول بعضها عن 1.5 متر، وقد تم صفها دون استخدام مادة بناء بينهما، فيما استعمل الطين في الأبنية المرفقة ببعض نماذج تلك الأبراج. ويلاحظ وجود بئر مياه وسط الأبراج، وتحيط الغرف المستطيلة في تخطيط مذهل بالبئر، ويقدر أن ارتفاع بعض منها قد يصل إلى 10 أمتار. لا تزال التفسيرات حول دواعي وغايات إقامة مثل هذه المنشآت أمرا غير مؤكد، وهناك تفسيرات عدة حولها، منها أنها أقيمت لدواعي دينية، وأشارت بعض التفسيرات إلى أنها أقيمت كحدود للواحات قديما، فيما ينظر البعض إلى أنها مساكن محصنة لطبقة معينة من علية المجتمع. تبعث هذه المباني شوقا إلى الكثيرين للكشف عن مكنوناتها والبحث عن مزيد من التفسيرات لدواعي تشييدها بتلك البراعة والإتقان، وتظل شاهدا على ما تزخر به هذه البلد من مواقع مختلفة تحكي قصة الإنسان مع الأرض وصراعه مع بيئته.